ريهام اتفضلي. موسم تعاقدات، وطبعا زي ما النادي الاهلي بيدور على لعيبه، في انديه تانية عايزه تاخد لعيبه من النادي الاهلي، ومنهم نادي اسوان طبعا الصاعد حديثا الدوري العام. النادي طالب، تقدم طلب رسمي للنادي الاهلي الحصول على خدمات عدد من اللاعبين الشباب تحديدا، منهم اربع اسامي: محمد اشرف الباك ليفت مواليد 2001، اللاعب الثاني احمد سيد غريب مهاجم مواليد 2002، اللاعب الثالث رأفت خليل ده وينج ليفت، شفته طبعا اكيد مع المنتخب الشباب في السعوديه، احمد سيد عبد النبي وده باك يمين مواليد 2002. هم طالبين الاسامي دي كلها، بس طبعا يعني العدد كبير على اساس ان الاهلي هيوافق على لاعب على اثنين اللي هيوافق عليه النادي الاهلي ان هم يقدروا ايه ياخدوه خلال الموسم الجديد عشان يعملوا تدعيمات للفريق. يعني العرض الرسمي وصل للنادي الاهلي ولسه طبعا المفاوضات بقى هتتم يعني.